صباح الخير. لما جيت كندا في 2018 كان الوضع هنا سهل جدا ان انت تلاقي كاجوال وورك، وكان الواحد فعلا ممكن تلاقي اي شغلانه. طبعا يعني هي بيسموها سرفايفل جوبس، مش الشغل اللي هو يعيشك مبسوط وكده، بس في الاخر بتطلع منه مصاريف يومك وبتعيش. مؤخرا بعد الزيادات الرهيبه اللي حصلت من الابيوز بتاع الفيزا في البلد، كميه ناس كتير جدا دخلت كندا الفترة اللي فاتت، حوالي أعتقد 2 مليون آخر بس سنتين، فده عمل ضغط جامد جدا، لأن الحكومة ما عملتش أي توسع على البنية التحتية، ولا عملت أي توسع على مستوى الخدمات، ولا عملت أي توسع على مستوى الانفستورز، إن هي تجيب انفستورز يعملوا مشاريع حقيقية بحيث إن هي تضخ فلوس وتضخ حاجات في البلد. ده ما حصلش، وبالتالي من هنا بدأت المشكلة. المشكلة فين؟ إن المقيمين الدايمين والكنديين حاسين دايما إن في حاجة مش مظبوطة في البلد، سوق الوظائف مش مظبوط، بتقدم على وظيفة كاجوال تلاقي 1000 واحد واقف مستني بره علشان ياخد الوظيفة دي. فأصبح المعروض من الوظائف قليل والموجود كتير، بس لما تيجي تدخل على المونستر وتخش على الحاجات التانية تلاقي لا، تلاقي في وظائف موجودة بس محدش بيملى الوظائف دي، ففي حلقة مش مفهومة، في حاجة مش مفهومة. وبالتالي الانتخابات جاية، فالانتخابات هتسمع في الحكومة، بمعنى ان الحكومة الجاية هتكمل او مش هتكمل. فالناس يعني استطلاعات الرأي مبينة ان الناس غضبانة من اداء الحكومة الحالي، وبالتالي ده هينعكس في الانتخابات، وبدأ فعلا ينعكس في انتخابات الدوائر اللي حصلت على مستوى المقاطعات المختلفة. الانتخابات في كندا عبارة عن جزئين، انتخابات فيدرال وانتخابات بروفيشنال. الانتخابات البروفيشنال دي بتتم السنه دي ان شاء الله، والانتخابات الفيدرال هتتم السنه الجايه الا لو حصل سحب للثقه الحكومه، وخلاص يعني يقال ان سحب الثقه الحكومه يعني فيري سون هيصوتوا عليه في البرلمان، فيعني احتمالات كمان يحصل انتخابات مبكره لو تم سحب الثقه. اوكي، ليه بحكي لكم ده كل ده؟ ده منعكس دلوقتي في كل حاجه في الفيس في كندا. بمعنى لما تيجي تبص دلوقتي الحكومة عاملة ميجرز جديدة، كل الحاجات اللي هي الوظائف اللي موجودة اللي هي لو ويج، اللي هي الوظائف اللي هي مينيموم ويج او اللي هي تحت الدخل المنخفض، عملوا ليميتيشن فيها بحيث ان فيز بتاعتها او القبول ليها من بره كندا يكون قليل جدا، وعملوا كمان شوية اشتراطات ان الفيز دي ما يحصلش ليها قبول، مثلا لو المدينه اللي انت بتقدم فيها على الشغل نسبه البطاله فيها اكتر من 6%، وكمان اكتر سنه السنه دي تم فيها رفض للفيز بتاعه السياحه من ايام الكوفيد. كل الناس اللي كانت عاوزه تيجي سياحه عشان تبدل، لان في بعض المستشارين الهجره استغلوا الموضوع ده بحيث ان هم يسوقوا للمكاتب بتاعتهم ان احنا تعالوا فيزيت سياحه، وقلبوا تعال، رغم ان الموضوع صعب جدا من جوه البلد، يعني في ناس قدرت تعملها بس مش كل الناس هتقدر تعملها، في ناس جت رجعت بخفايا حنين يعني. فبالتالي اكبر نسبه رفض للفيز السنه دي. كمان لسه امبارح صدر قرار للموضوع البوست جرادويت ورك بيرميت، يعني لما بتيجي تدرس هنا بيبقى فيه ورك بيرميت بتطلبه بعد الدراسه، بيبقى انت واخد التصريح ده من الاول بس لازم تقدم عليه. يعني انت بتيجي تدرس مثلا بيقول لك البرنامج اللي انت هتيجي تدرس بيه ده هيديك سنه، هيديك سنتين، هيديك ثلاثه، هو اغلب الناس بتاخد لا سنه لا ثلاثه. اوكي؟ فانت جيت درست، بعد ما تخلص دراسه بتروح تقدم على البوست جرادويت ورك بيرميت. دلوقتي حطوا شرط اللغه، مش اي حد يدخل يقدم عليه، لان اكتشفوا ان ناس كتير داخله تدرس مش عارفه اصل اللغه، هي جايه اصلا بس عشان تشتغل، هي جايه كندا عشان موضوع الاقامه والجنسيه والهجره، فبيجي يقضي اي برنامج وبعد السنه ما اعرفش. يعني انا بيتهيألي لو هو هيدرس حقيقي هيقدر يعدي المستوى، لان هم حاطين شرط سي ال بي 7 لليونيفرستي وحاطين شرط سي ال بي 5 للكوليدج. فانا شايفه سهل، يعني لو حد جاي يدرس حقيقي وجاي درس بالانجليزي لمده سنه سنتين، يعني انا في رايي ان هو مش هيقدر يعدي لو هو الليفل بتاعه اقل من كده، فده انا شايفه مش صعب، بس هم بداوا يحطوا اشتراطات زي ما بنقول رخمه، بيرخموا بيصعبوا كمان التصعيب على زوجة اللي جاي يدرس. لو انت جايب مراتك معاك تدرس بتبقى معاها حاجه اسمها اوبن ورك بيرميت، عملوا ليميتيشن على الاوبن ورك بيرميت بحيث ان مش كل الناس تاخده، وحطوا كمان شرط ان اي طالب جاي يدرس لازم يكون معاه ما لا يقل عن 20,000 دولار. ده ما كانش الشروط دي كلها موجوده زمان. فيعني الواضح والظاهر ان اللي جاي صعب، اللي جاي صعب يا جماعه، يعني لازم تبقوا عارفين ان اللي جاي صعب. ليه انا بتكلم في كل ده؟
لان انت لازم تبقى جاي عارف انت مقبل على ايه، لازم تبقى عارف القوانين اللي بتتغير ايه، ايه الحاجات اللي اتغيرت، ايه اللي في صالحك. موضوع الفيزا ان انت تيجي تلاقي شغل من جوه كندا ده خلاص اتقفل، اتقفل للابد. فما تعملش يعني، لسه لحد دلوقتي بشوف ناس بتعمل كومنتات على الموضوع ده في كل مكان، لا انسى الموضوع ده خلاص. الموضوع ده الى الان حكومه اصدار قرار فيه، اي حد يقول لك حاجه زي كده تجاهله تماما يعني. وبالتوفيق للجميع، يلا سلام عليكم. هبقى انزل لكم بالقرارات الجديده اول باول بحيث الناس تبقى عارفه ايه التغييرات اللي بتحصل. يلا سلام عليكم.